نتكلم عن بعض القوانين المهمه لكل طلبه استاذ. احنا بنتكلم في الفيديو ده عن قوانين انت بتحبها، هتلاقي بعض القوانين بتاعت الفيزيكس. بس قبل ما اتكلم عن القوانين انا بقول لك انت تعبت السنه دي وخدت خبرات كبيره، ونفتكر من اول سنه كانت لحد الوقت في خبرات متواليه، ونشكر ربنا ان انت متميز وفي مكان برضه فيه نوع من التميز. فربنا يوفقك في حياتك، انت ده اول سمستر. ف يعني اشكر كل الطلبه اللي كانت معانا المتميزه، وكل الطلبه كانت متميزه بالفعل في كل حاجه، كل واحد بيبقى ليه يعني تمييز في حاجه مع بعض. اتمنى تكونوا بخير وتاخدوا اجازه سعيده بعد ما نخلص امتحانات الصور. بكره امتحان الفيزيكس، اتمنى يعني ورقه وقلم تشتغل، ربنا يوفقك. منتهى صوت الشباب، احنا عندنا بعض القوانين هنتكلم عليها بتاعت الفيزيكس بصفه عامه. واحلى حاجه في الفيزيكس لو انت اتعاملت معاها ببساطه هتبقى تانية حلوه خالص. بعض الكوانتيتي في الاول لما نيجي نتكلم على اكسلريشن البرنامج بتاعها ايه؟ فري فول اكسلريشن طبعا من جي، او اللي بنسميها ايه في اتجاه الجرافيتي. تمام؟ عندي ديسبيسمنت اللي هي دي، الامبلس اللي هو قوه الدفع وده عباره عن البرودكت بتاع الفورس تايمز التايم. تمام؟ وده اليونت بتاعته نيوتن تايمز سكند. وطبعا ده من نيوتن سكند لو، من نيوتن سكند ايه؟ لو، بنعرف الامبلس. اوكي؟ طيب برضه الجرافيشن فورس والفورس اوف كايناتيك فريكشن دي الوجود بتاعتها، النورمال فورس والنت فورس وفورس اوف اير ريزيستنس بيبقى مثلها اف ار. اوكي؟ عندي فورس اوف ستاتيك فريكشن بنكتبها ساعات اف اس. تمام؟ ماكسيمم فورس اوف ستاتيك فريكشن بنكتبها اف اس مع معموله ماكسيمم. الهاي طبعا اتش سبرينج كونست طبعا حرف كي خدناه في اوكسي لوب، وخدنا كيناتيك انرجي طبعا من زمان، وهكذا. عندنا كمان ميكانيكال انرجي، في ميكانيكال ادفانتج لما في ميكانيكال انرجي. تمام؟ الميو طبعا اللي هي كوفيشنت اوف فريكشن فورس، او هي نوعين يا اما كيناتيك يا اما ايه استاتيك. وحرف البي بيبقى ساعات بيبقى باور، ساعات بيبقى مومنتيم، ساعات بيبقى بريشر، على حسب. اهم مومنتيم حرف البي برضه، بوتنشال انرجي، بوتنشال انرجي طبعا البوتنشال انرجي الاستيك. تمام؟ دي اللي بتبقى موجوده في السبرينج. طبعا في اختلاف بين البوتنشال انرجي وبين الالاستيك بوتنشال انرجي. اختلاف القوانين طبعا هنا، ها البوتنشال انرجي الويت تايمز هايت. اوكي؟ اما الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي هاف الكي اكس سكوير، هاف الكي اكس سكوير. طبعا هنا هو لو سبريتد بتوين بوينت ماسز هنلاقيها حرف الار، وفلوستي اوف سبيد طبعا او السبيد يعني هنكون الفلوستي في الورك دبليو كابتا. عندي الورك اللي ناشئ عن الفريكشن بنسميه ورك دان باي فريكشنال فورس. اوكي؟ او بنسميه الورك ريكوايرد تو اوفر كام فريكشن فورس. طبعا ده ورك. تمام؟ ورك بتكتب كلمه فريكشن، اما الورك بتكتب نت معناها النت ورك. displacement in the x axis و displacement of y axis وهكذا. تعالى ندخل على شباب القوانين بتاعتنا اصلا. نطلع القوانين على طول. قوانين منهج. تعالى. احنا بندرس ميكانكس في الترم الاولاني. وفي الميكانكس احنا اتعرفنا عن الفورس بكل انواعها. بداية شباب الديسبيسمنت طبعا الاكس فاينل ماينس الاكس انيشال، طبعا الافرش فيلوسيتي طبعا تلتا اكس اوفر تلتا تي، طبعا عباره عن
وافريج سبيد ديستانس ترافل الافريج اكسلريشن هي تشينج في فلوس على تشينج في التايم اللي هي في فاينل ماينس في انيشال اوفر طيب. طبعا هنا في سبيسمنت في بعض القوانين اللي هي عباره عن كينيماتيك ايكويشن تلتا اكس بيساوي هاف في فاين انيشال بلس في فاينل تايمز التايم اوكي. طبعا هنا هنا تطلع المعركه الثانيه اللي هي اللي هو ايه في انيشال في تايم بلس هاف ان اي تي سكوير ده نفس القانون ده اوكي. يعني انا بجيب القانون ده من ده اوكي. ده معناها سرعه متوسطه في الزمن تلتا اكس عباره عن سرعه متوسطه في تايم. اما هنا انا ببدا استنتج ويطلع اكس مسافه تساوي في انيشال في تايم بلس هاف ان اي تي سكوير. طبعا بيبقى في انتجريشن بين الفيزكس وبين الميكانكس فالقوانين دي خدتها في الميكانكس ممكن تستخدمها تحتاج بعض القوانين بعض المزيد. طيب بعد كده شفت الفاينل فيلوسيتي في فاينل بيساوي في انيشال بلس اي تي المعادله الاولى ويعني في فاينل سكوير ايكوال في انيشال سكوير بلس 2 اي اكس. طبعا هنا موضوع التاني والساين وهو الكوزاين وهنا طبعا فيها غلطه في القوانين دي. هنا التاني هي عباره عن اوبزيت على ادجيسنت انما هنا هو مين ادجيسنت على الهيبوتنس طبعا دي ايه الكوزاين اوكي. طيب بعد كده شباب تاني عباره عن فيرتيكال موشن اوف بروجكتايل ذات فولد فروم سيرست يعني جسم ماسك سقوط حركه تمام. فانت بتستخدم في فاينل بيساوي طبعا الاي في اتجاه واي اللي هي جي تي طبعا وهكذا بتستخدم القوانين دي ودي قوانين سهله خالص. ده بالنسبه للشغل بتاعنا. انا عايز بس اقول اهم حاجه اللي هي نيوتن فيرست لو النت فورس بيساوي ام اف ايه بس لو نيوتن فيرست لو يبقى هنا هو الايه بزيرو عشان حد كلمنا وبالتالي النت فورس بيساوي زيرو. اما لو في اكسلريشن للاوبجيكت يبقى ده عباره عن نيوتن سكند لو. نيوتن سكند لو طبعا فور اف ريأكشن زد از ريأكشن ايكوال ان ماجنتيود اند اوبزيت ايه انت ريأكشن. طب بالنسبه للويت هو عباره عن ام في جي. طب بالنسبه لسه لو انا هتكلم على كوفيشن اوف ستاتيك فريكشن كوفيشن اوف ستاتيك فريكشن لو بصينا مع بعض شيء انا عندي جزء من كده اهو وبيحاول ان هو احنا نعمله ايه؟ اب تو موف في البدايه خالص فبيبقى هنا الاف ستاتيك بتبقى كبيره خالص تمام؟ بحيث ما انت هنا الاوبجكت يتحرك فهنبص نلاقي ان اف ستاتيك جاي البروموشن مع النورمال فورس ماشي عامل البروموشن بقول بيساوي كونستانت بيساوي ايه كونستانت؟ الكونستانت هنا اهو يبقى اف ستاتيك بتاعت الفريكشن بيساوي هنساوي ايه شيل نيو ستاتيك في النورمال فورس وبالتالي انا بشوف النورمال فورس شكل النورمال فورس ايه؟ يعني لو اوبجكت بالشكل ده يبقى ده الناس طيب في الجهاز تحت طب المر هنا فوق ايه؟ نورمال فورس. طب لو جسم اصلا مايل بزاوية ثيتا مع هروسين ثلاثة يبقى هذا الجسم النورمال بيبقى كده اهو بيبقى هنا هو طبعا بنعمل في الخارج تحت كده فبيبقى في هنا انجل ثيتا فهنا بيبقى ام جي كوزاين الانجل يبقى النورمال هنا في الحالة دي بيساوي ام جي كوزاين الانجل اوكي وهكذا تمام. تشوف النورمال فورس كام وتعوض بيها في هذا القانون. طيب مش عايزك تصعب على نفسك بالنسبه لموضوع الفريكشن، هو الفريكشن هو معدلين وخلاص. طب احنا بعد كده ناخد هنا هو لو كان بعد ما الفريك ده يتحرك يبقى بيتحول من حاله ستاتيك فريكشن لديناميك فريكشن او كيناتيك فريكشن. اوكي؟ وبالتالي هنا هو يبقى اف كيناتيك فريكشن بيساوي ميو بتاعت الكيناتيك في النورمال فورس. اف فريكشن المعادله الاشهيره بتاعتها اف فريكشن بيساوي ميو نورمال فورس على حسب نورمال الميو، الميو اللي هي الكوفيشن اوف فريكشن ودي مالهاش شرط. بالنسبه للورك يا شباب الورك هو عباره عن توت بروتكت لتو فيكتور الفورس والديسبيسمنت فبالتالي هيطلع لي فيها كوزاين الانجل فعشان كده النت بتاعت الورك عباره عن ايه يا شباب؟ عباره عن فورس تايمز ديسبيسمنت. الفورس تايمز ديسبيسمنت احنا بنضربهم ايه كروس ولا توت؟ لا توت بروتكت.
فيطلع اف دي كوزين ال، اف دي ايه كوزين ال. اما الكائنات الانرجي هاف الماس بلس دي سكوير، هاف الماس بلس دي سكوير. بالنسبه للمستر النت ورك بيساوي ايه؟ النت ورك لو جسم بيتحرك يبقى بيساوي الاختلاف في الكائنات الانرجي، يعني التشنج في الكائنات الانرجي. اوكي. بوتنشال انرجي هي طاقه الوضع العاديه اللي في ميدان الجاذبيه الارضيه. لو انا مثلا هشيل ايه؟ كرسي زي ده، فاحنا قلنا عباره عن الويت تايمز الهايت، كل ما اطلع طبعا معاه، وكل ما احط اوزان ويت بيزيد يبقى البوتنشال انرجي بيزيد. تاخد البوتنشال انرجي العاديه بتساوي ام جي اتش. اوكي. اما البوتنشال انرجي الالاستيك المخزونه في السبرينج احنا قلناها هاف الكي اكس سكوير، هاف الكي اكس سكوير. مين شباب الكي؟ ده بنسميه سبرينج كونست. طب والاكس سكوير؟ الاكس نفسها هي عباره عن الاكستنشن او الكومبريشن. فده عملنا فيديوهات كتيره وبعتناهم لحضراتكم. طيب بعد كده شباب احنا عندنا في الهاب ميكانيكال انرجي بيساوي ايه؟ السمشن بتاع البوتنشال انرجي والكيناتيك ايه؟ انرجي. طبعا هنا هاب كونسرفيشن اوف ميكانيكال انرجي هتقول مش عليا مش الكونسبت، هقول لك انت واخد في العاديه. ممكن انت مثلا تحل كذا طريقه. طب راح ما تنساش بقى موضوع الباور. ال باور ايكوال انرجي اوفر تايم، ال باور ايكوال انرجي اوفر تايم. الباور يا شباب ده مهمه خالص في حياتنا، وخاصه في التم التاني في المشاريع بتاعتنا. الباور بيقاس الوقت. طب وده انرجي بيجول فتايم ايه؟ السكند. تمام؟ طب هذا الورك عباره عن ايه؟ الورك يا مستر بيساوي قوه في مسافه. تمام؟ لما انا هنا هقعد قوه في مسافه الورك اسرع تايم. طب لو لمينا هنا اقوى الدي والتايم يدينا ايه؟ يدينا سبيد. يبقى الباور هنا بيساوي ايه يا شباب؟ الباور بيساوي القوه الفورس تايمز ايه؟ سبيد. يبقى القوه بالنيوتن تايمز السبيد اللي هي متر ثانيه ريجيت واحد. ولو ركزت معايا حضرتك هتلاحظ ان هنا النيوتن ممكن افكه بكيلو جرام متر بس ثانيه ريجيت، كيلو جرام متر بس ثانيه ريجيت، والميه بتاعتي هضربها لسه في المتر يبقى متر سكوير. تمام؟ في ثانية نيجاتيف ايه؟ 1. طب هنا خسارة 2 وهضرب خسارة وهتبقى خسارة 1 يبقى خسارة كام؟ 3. انت بتضرب الثانية نيجاتيف 2 في الثانية نيجاتيف ايه؟ 1 يبقى نيجاتيف ايه؟ 3. يبقى ده اليونت بتاع ايه؟ الباور. الباور بتتقاس بالوقت، والوقت كبير في الكلام الجميل ده. طب بعد كده يا شباب عندي بعد كده الام بلس والام بلس جاي من نيوتن سكند لو، وهنا الدلتا دي هنا هيكسب بيها المومنت. لو التلتا تايم تحت يبقى تلتا بي على تلتا تي، يبقى هنا ريت اوف تشينج، ريت اوف تشينج فين؟ المومنت يدينا مين؟ يدينا الفورس. يبقى القوه اللي بتاثر على اوبجكت بتساوي الريت اوف تشينج في ايه؟ المومنت. طب التشينج في المومنت عباره عن ايه؟ مثلا اعتبرها ثابته، فيبقى هنا هو ما اتغير الفلوستي تاني. انت عندك تلتا بي اللي هي تشينج في المومنت، يبقى انت عندك هنا ام في بي فاينل ماينس في انيشال اللي بتغير السرعه هنا، وبالتالي هنا تبدا تفكها يبقى مومنت في الحاله الاولى ماينس مومنت في الحاله ايه؟ طيب بعد كده شو؟ كونسنتريشن اوف مومنت، يبقى عندنا هنا المومنت في الحاله الاولى بتساوي المومنت في الحاله ايه؟ الثانيه. هنا بعض الحاجات عن الكوليجن اللي انت خدتها في الميكانكس. تمام؟ بالنسبه للسيركولار موشن، سيركولار موشن انت جرافيتيشن، جرافيتيشن انا عندي هنا السنترال بيتال اكسلريشن هي عباره عن بي سكوير اوفر ار. اوكي؟ طيب ايه احتاج الاوميجا يا شباب؟ في ناس بتسالنا عن الاوميجا. هقول له بص حضرتك الاوميجا دي عباره عن انجولر سبيد يا فندم. انجولر سبيد يبقى ده بيبقى في الروتيشن، ودي تساوي دي سرعه، يبقى هنا تساوي سرعه لينير خطيه على ريديس. دي لو اعطاك الديمتر روح هات الريديس تقسم على 2، الديمتر على 2 تيك ريد، وهنا الفلوس دي اسمها لينير بتتقسم متر بير سكند. طب الاوميجا بتتقسم ايه؟
2 باي اوفر بريت تايم على اساس الزاويه احنا اهو لو كانت 2 باي والباي دي بالراد يعني الباي هنا كام 3.14 اوكي. طب انا عندي هنا مثلا لو قلت 1 اوفر بريت تايم ده ادينا ايه ادينا الفريكوانسي جراف يبقى بيساوي 2 باي في الفريكوانسي يبقى اف سمول هنا على الفريكوانسي دي بتساوي مين يا شباب؟ بتساوي الاوميجا. يبقى الاوميجا احنا قلنا عليها كم قانون الوقت قلنا اربع قوانين لا اما ثيتا اوفر تايم لا اما 2 باي اوفر بريت تايم لا اما 2 باي فريكوانسي لا اما العلاقه بين اي حاجه روتيشن مع حاجه باينير يبقى بقسم على الريديوس يعني هنا اوميجا بيساوي السرعه الخطيه على الريديوس بتاع الروتيشن ده بالنسبه لموضوع الاوميجا والاوميجا مرتبطه بالروتيشن اكتر انما هنا السنتر بتاع الاكسلريشن هي دي سكوير اوفر ار. طيب بالنسبه للسنتر بتاع الفورس هي اي فورس هي ماس تايمس اكسلريشن يبقى هنا ماس تايمس يبقى هضرب هنا هاف ماس وهضرب هنا ايه في ماس يبقى يديني هنا ايه السنتر بتاع فورس هتلاقيها نفس القانون ده ام في سكوير اوفر ار. طب بالنسبه للمستر السرعه نفسها السرعه نفسها بالنسبه للسيركل موشن بالسرعه احنا اهو شباب عباره عن ايه؟ لو اوبجيكت كده بلف حبل وفلت من الحبل والطريق ايه اللي يحصل؟ الاوبجيكت هنا هيطير يبقى بلاينير فلوستي تانجنشال فلوستي تمام؟ هنا هذه الفلوستي بتساوي ايه؟ هذه الفلوستي بتساوي 2 باي ار اللي هي سيركمفرنس على مين؟ على الطاير بتاع 1 سايكل يبقى على بريتش تايم اوكي؟ ممكن القانون ده احطه هنا وهكذا. ما تنساش ان في حاجه اسمه نيوتن لو اوف يونيفرس جرافيتيشنال اللي هو قوه تجذب بين جسمين. طبعا قوه تجذب بين جسمين بتساوي ثابت الجذب العام في ام واحد ال 2 على ار سكوير. مين الجي دي يا شباب؟ الجي هنا هو شباب عباره عن 6.67 تايمز 10 باور نيجاتيف 11 رقم صغير خالص خالص خالص. ما تنساش ان ده مش مهم عندك الرقم بس لازم تبقى انت تعرف تستنتج ايه اليونت. فانت عارف هنا اليونت بتاعت هذا الثابت تمام اللي هو ثابت الجذب العام بعباره عن نيوتن في متر سكوير اوفر كيلو جرام سكوير في نيوتن في متر سكوير اوفر 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 كيلو جرام سكوير. بعد كده شايف في حاجه اسمها قانون كيبلر. قانون ايه كيبلر؟ واحنا اتكلمنا عنها وهي علاقه بين مين؟ بنستنتج ان البريت تايم سكوير تمام في سنتر موشن بريت تايم سكوير يتناسب مع معلومه الار تيوريك مع الار ايه تيوريك وبالتالي هنا 10 ممكن تعمل ايه هنا اهو كومباريزون كومباريزون يعني بتقارن يعني تايم 1 سكوير على تايم 2 سكوير بيساوي ار 1 كيوبيك على الراديوس تاني كيوبيك اوكي. ما تنساش برضو ان احنا اهو بيرد اند سبيد اوف ان اوبجيكت ان اسيركلر اوربت القانون بتاعه اهو وهنا بنقول ان البريتو تايم بيساوي 2 باي الروت منين لار كيوبيك اوفر جي في الان. طيب السرعه احنا عشان بتساوي السرعه الدورانيه فبتساوي الروت اللي جي ام على ار. ما تنساش التورك برضه كده احنا خلصنا التورك شايف بس سوبر موشن قوانين التحرك تحدد بيها مقاييس المسافه. طيب الام هنا اهو ماس وتماس يا مستر الام هنا اهو في السرعه الدورانيه خلي بالك معايا السرعه المداريه اللي هي اوربت يعني جسم بيدور حوالين الجسم فالام دي بتاعت الاوبجكت اللي بندور حواليه يعني مثلا لو احنا بنقول ارض بتلف حوالين الشمس يبقى الام دي بتاعت مين؟ بتاعت الشمس. الام بتاعت ايه؟ الشمس. اوكي؟ اتمنى تكون فاهم الكلام ده. اوكي. طيب بعد كده بالنسبه للترك. الترك في فيديو خاص بيه والترك بيساوي اف تي ساين ايه؟ الانجل. طيب هنا بعد كده شباب عندي الميكانيكال ادفانتجز. احنا خدنا سمبل ماشين وعرفنا ان في ساعات بنستخدم مثلا الليفر ابسط انواع السمبل ماشين الليفر تمام وساعات توفر وساعات ما توفرش فهي بتعتمد على ايه؟ اي ميكانيكال ادفانتجز بتعتمد على البي اوت على الاف اوت على الاف ان يعني الاوت فورس الاوت بوت فورس القوه الخارجه على القوه ايه اللي انا استخدمتها. طبعا لو ان انت حصلت على قوه كبيره من قوة صغيرة يبقى كبيرة على صغيرة يبقى مور زي ما يبقى كده هتوفر. اوكي؟ وطبعا لو ركزت معايا حضرتك انت لو ركزت العلاقة بين الفورس وبين الليفر ارم فالعلاقة انفيرسيف. ليه؟ لأن انت لما تضرب اف ان اللي في
المسافة بتاعتها في الأرض بتاعتك، القوة اللي أنت استخدمتها يعني القوة في ذراعك بتساوي التورك، بتساوي إيه؟ التورك، والتورك يعتبر ثابت عشان حالة الكلام دي، فتلاقي هنا على نفس الفيرسيتي، يعني هتلاقي إف على إف أوت على إف إن بيساوي دي إن على دي أوت. برضه في حاجة تانية اسمها إفشنسي، الكفاءة. فالإفشنسي هي الورك دان اللي حصلت عليه إلى الورك إيه المستخدم. طبعا مفيش جهاز بيشتغل بنسبة 100% سيراميك مش، انما انت الافشنسي بتاع اي جهاز 90% 100% 90% حاجه وبها، انما لو حاجه مثلا سيني ممكن يكون 60% 20% وهكذا. ما تنسوش برضه في الفلوت ميكانكس عندنا سيستم ميكانيك الكلام ده، بس اهم حاجه عندنا مشكله ان هي ايرور ايكوال ماس اوفر فوليوم، ايرور ايكوال ماس اوفر فوليوم. طبعا درست هوكس لو حاجات كتيره هوكس، بس في حاجه عايز اقولها لك برضه بالنسبه للميجرمنت، ما تنساش ان التمبريتشر ليها كذا سكيل. فاحنا عندنا التمبريتشر كده، في تمبريتشر بالسيلينجر، في تمبريتشر بالفهرن هايت، تمام؟ دي القانون دي تحول دي ايه فهرن هايت، بس دي كلمة اهم حاجه بالنسبه لي انا، دي كلمة بتساوي كام من التي سليزيوس؟ تقول لي التي كلفن بتساوي ايه شويه؟ تي كلفن ايكوال تي سليزيوس بلس 273. اوكي؟ طيب بالنسبه للشباب الاستيك اللي هي بتاعت السبرينج نيجاتيف كي في الاكس. طب هنا هاي تي بيساوي 2 باي للرو ال على جي. ها قانون جه في الامتحان، مع ان مش علينا ككونسبت في سمستر 1، بس هو الراجل يعني جاب سؤال كده الامتحان كان كله سهل، فجاب تركيه كده نشوف الطلبه اللي دخلت فوكس لو بدات تتعمق، لان الامتحان ما تتعمقش بزياده، اللي تعمق قبل كده. انا عايز اكلمك قوانين انت تحل، ما تخافش احنا انا تابع في الفيديو ده عشان اطمن، الامتحان بيجي سهل وسلس بسيط، هو 40 نقطه فبتيجي النقط ورا بعض كده، لو في حاجه مش عارفها سيبها خش على بعض، سيب اللي بعده برده اللي بعده، هتلاقي ايه خمس اسئله 10 اسئله تبدا تسال عليهم في الاخر، يعني اسرع ولا تتسرع. يبقى بريك تايم بيساوي 2 باي الروت ل ال على مين؟ على جي. اوكي ده بالنسبه للبريك تايم بتاع البند ايه. اوكي طبعا ايه الفيلوسيتي ايكوال لامدا فريكوانسي، لامدا اللي هي الوفلنس والفريكوانسي اللي هو التردد اللي ده الهرتز، ده قانون تاخده ثانية عادية، فانت اصلا يعني المفروض كده تيجي تقول ايه ظبطت حاجة زي كده. طيب بعد كده شباب انا ده بالنسبة للقوانين بتاعتنا، هعمل فيديو بسيط تاني ليكم على سنتر اوف ماس وبعض الحاجات المهمة، اشوفكم بعد الفاصل. طيب واحد سلام.